بصراحة أدائهم يعني عشان أبقى صادقة معاكي، ناس كتير حتى على كانوا مش يعني في الأول ما كانوش فاكرين الفرقة عندنا أو المنتخب بتاعنا يعني القوة دي، فهم أبهرونا كلنا طبعا. مش فكرة إن إحنا مش واثقين فيهم، بس فعلا إحنا شفنا أداء عالمي. يعني أنا مش بجامل المنتخب بتاعنا، بس فعلا إحنا عندنا لعيبة محترفة يعني على المستوى خلينا نقول الدولي. هروح بقى، بما إن إحنا خلاص فتحنا ملف الترويج السياحي، بصي السياحة الرياضية ما زي ما انت عارفة ده ملف برضو ملف قوي جدا، وملف بيجيب عائد كبير جدا، ودول بتشتغل عليه. يعني هي بتخلق أحداث رياضية علشان تروج للسياحة بتاعتها. مصر يمكن مش من الدول اللي محتاجة تخترع، هي عندها ما يكفي من إمكانيات أصلا، ويعني ربنا رزقنا بحضارة هي بايعة نفسها زي ما بيقول. يمكن فكرة كورونا أنا مع كريم جدا إن هي أثرت طبعا، ولازم كان يبقى فيه جمهور وغيره، ولكن أنا من الناس اللي شايفة التكنولوجي في السوشيال ميديا أكيد. والتكنولوجي انا ممكن اروج للمنتج بتاعي من غير ما اي حد يجي لي اصلا. فده ملفك، ازاي ممكن نشتغل على فكره هنا الترويج من خلال السوشيال ميديا مهما كانت الظروف اللي بتحيط بينا بقى. هو فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملف مهم جدا ان احنا نبتدي نروج للبحر الاحمر ولجنوب سيناء و غردقة وشرم، ونحط ملف ترويجي إعلامي على السوشيال ميديا ونبيعه للدنيا كلها. فدي فالدولة شغالة من اتجاهات تانية. يعني دي لجنة كبيرة من وزارات معنية على أعلى مستوى، إزاي نعمل مادة ترويجية إعلامية تذاع في العالم كله علشان نقوم الدنيا. وأعتقد البطولة فرقت معانا قوي، ان تقول ان مصر فيها عوامل امان كافيه ان انا اروح اتفسح فيها. فيمكن يعني الدوله كلها بتتحرك في الاتجاه ده، مش بس احنا، يعني يا دوبك احنا معنيين فيما يخص الرياضه فقط، انما الدوله كلها بتتحرك. طب تعالى نرجع لنفس من شويه والتاثير السلبي الكورونا، ولكن بعيدا عن المونديال، اكيد انت برضو بحكم يعني انت مسؤوله عن هذا الملف، ملف الترويج للسياحه من خلال الانشطه الرياضيه والفعاليات الرياضيه المختلفه، برضو حجم التاثير عليكم بقى وعلى الخطه اللي انتوا كنتوا حاطينها من اول ما يعني بقيت انت مسؤوله عن الملف ده، اكيد كان عندكم خطه طموحه مش متاخد في الاعتبار فيها ان هيبقى في حاجه اسمها جائحه كورونا هتقعد كل العالم في بيوت. اكيد. فانعكاساتها ايه بقى على الخطه اللي انتوا كنتوا حاطينها، وايه اللي منها ممكن يتأجل وإيه اللي منها مضطرين تلغوه؟ في حاجات بتبقى الاتحادات طبعا، احنا عندنا أجندة للاتحادات المصرية وبطولات رسمية موجودة في الأجندة بتاعتنا، وفي حاجات وإيفنتات وأحداث رياضية وفعاليات للقطاع الخاص. طبعا الاتحادات الموضوع قل جدا، فممكن في السنة نعمل 5-6 أحداث رياضية فقط. كان بيترتب عليه ان في ناس مرافقه للمنتخبات بتيجي او للفرق اللي بتيجي، الكلام ده طبعا وقف، فبقينا بنشتغل بس على الناس المشاركه في الحدث. لكن المنتخبات نفسها من غير المرافقين يعني، هل نظرا للظروف الحاليه والفقاعه الطبيه مفيش بقى الرحلات اللي كانت متوقعه ان هم يطلعوها والصور طبعا ده كان يعني كان هيبقى لينا شق كبير جدا في البطوله، وللاسف يعني خسرناه، ولكن اتعوض بطريقه غير مباشره زي ما انا قلت لحضرتك. بس طبعا كنا يعني عاملين جولات، واصلا الاماكن اللي معمول فيها الصالات بتاعتنا والتجمعات الاربع صالات بتاعتنا حواليها اماكن طبعًا. يعني 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 في منتخب راح الساحل وتصور مع المياه برج العرب، فيعني قصدي انه احنا كنا مرتبين من الاول، او يعني الحمد لله توفقنا ان احنا نختار الاماكن، وبنيتنا التحتيه يعني مخدومه، وفي حاجات بتضلل عليها زي ما بيقولوا اوتيلات، اماكن سياحيه، مزارات، فكنا هنشتغل شغل متكامل، ولكن يعني الحمد لله مهم بس المنتخب يكسب، احنا في المرحله دي دلوقتي.